أنا بعرف إنه كل الكلام اللي عم يحكوه أهل الحارة كذب وكله تلفيق حكي ما بعرف ليش هني هيك حكوا، بس أنا بحبك كتير وبخاف عليك. أنت عمري كله. لك إن شاء الله بينقطع لسان كل واحد بيجيب سيرتي بالعاطل. ليش الناس شو شافت علي حتى تحكي عني؟ شو شافت علي؟ بعدين انت لو مالك خروق وتشتوش حدا بيقدر يحكي عني بالعاطل قدامك؟ ولك هذا عرضك وشرفك يا بني آدم، عرضك وشرفك. يا ربي دخيلك. لك أنا شو عملت؟ شو هالحظ الزفت حتى الله يبليني بزلمة بالاسم؟ بس رجال أنا لا عم لوميك ولا عم حاسبيك، بس يعني أهل الحارة كلهم هيك عم يقولوا إنه عم يشوفوا رضا أكثر من مرة طالع من هون من البيت. إيه بس أنا ما سكتت لهم، فلتت عليهم هيك وبهدلتهم كلهم، وقلت لهم مرتي شريفة عفيفة ويلي بيحكي عليها كلمة بدي قيمة قيامته. لك والله يا عفاف أنا رجال وبعجبك والله. إيه يلا لا افتح الباب. وين رايح؟ افتح الباب. لا يكون مفكر حالك انك رجال عن جد. فوت غير اوعيك، فوت انا بفتح. اي بغير اوعيك. طح عمرك. قولي على قلبي يا رضا، شو مجنون؟ اكيد بيكون اشتاق لي وما بقى يقدر يتحمل. ايه هات رجال وبعدين بيعبي العين. مجنون لك مجنون. بتعدت قدنا يا هون بالخرابة، يعني لو زبطيها عندك بالبيت ما كان أحسن. لك حبيبي انت شو فارق معك بالبيت ولا هون؟ المهم شوفك ونشبع ببعض. لك شلون شو فارق معي؟ بالبيت عندك مصر طيب، من بربش، من روي. هلا شوفي هون حلوة بس سيران مجعجع يعني. لك حبيبي وحياة عيونك المرة الجاية لأرتف لك جوزي من البيت وأمترك وبسطك وبسط فرفشك فرفشة، المهم انت تكون رضيان. ايه هاد اسمه كلام. بس حبيبة قلبي لا طولي علي بهذا الموضوع، لأنه أنا بوشها قالاتي شوسين بخرج باخذ وبعطي وأنت بتعرفي. أنا اللي بعرف حبيبي. شو جبت لي معك من حما؟ هلا الناس بتجيب من حما جبنة سمنة، بس أنا جبت لك معي أحلى سوارة بالدنيا كلها. لبسني إياها. مو هلا؟ بعد ما نخلص من الخرابة. يلا تعال. روح تعال. مش لك يا روحي، يعني هذا الأجر جوزك ما كان يحمل حاله وروح الشغل وبعنا بقى. يا قسما بالله أنا طبطب عليك. رضا طلعت حامل. مش ايه ما فهمت عليك، شو قصدك بهذا الحكي يعني؟ شلون ما فهمت علي؟ هذا الولد اللي ببطني ابنك، فهمي ما بيجيب اولاده وانت بتعرف. سبحان الله، لك رب العالمين اذا اعطى ادهش. قسما بالله العظيم فرحت لك من قلبي. انا كم مره قلت لك خلي جوزك حط عينه بعين رب العالمين بيعطيه. مبروك. من شو خايفه؟ لا انا ماني خايفه، وبقدر اضحك على جوزي بكلمتين وما خلي يشك بشي. بس انت يا رضا كيف رح ترضى ابنك يتربى مو بحضنك؟ هلا لا تعدي تفوتي فيني خاتيلة، انا شغلت المسؤولية وسأقول ما خرجي منوب. انا بجي هيك ساعتين بنبسط بحمل حالي وبمشي، غير هيك ما عندي. اوعك تفوتي فيني بهالمواضيع، بدي خلي فورا او لقلك دق خلقي. سلام عليكم. تعال هون. يعني انا شو اعمل؟ شو ساوي باللي ببطني؟ شيك شو هالسمعة هاي؟ تجي لعندكم وحدة من الشارع بتكون حامل بتقلك هذا الولد قلك بدك تبتلى فيه. حلوة والله، حلوة هالبلوة. اسمعي لقلك كلمتين، اعتبري هذا اللي ببطنك ابنه لجوزك، وش كان ما أنا ابنه لجوزك. كذبي على حالك هالكذبة، شوي بصدقيها، يعني الشغلة بسيطة ما بدها كثير. يلا استودعناكم، لا استري ما شفتي منا. سلام عليك. تعال هون. شو هاي استري ما شفتي مننا؟ ضحكت علي واخذت اللي بدك اياه وهلا جاي تفركها؟ اسمعي لك ما
حدا ضربك على ايدك وقال لك تعالي لحضني؟ ما كنتي وحده عايبه وقليله شرف؟ ما كنتي اجيتي لعندي وما كنتي خنتي جوازك ونطيتي من رجال لرجال؟ انا ما نطيت من رجال لرجال. خلصي لك ما في اسمع صوتك. ها هاي الحركات والسلبه مو علي. عم تسمعيني؟ بتفوتي لجوا على بيتك بتنضبي بتهتمي بجوزك اللي عم تخوني وبتهتمي بالولد اللي ببطنك احسن لك. ولا من كل عقلك صدقتي انه هذا الولد ابني؟ لك انا ابن مين؟ قاسي وليك عم قلك. قسما بالله العظيم ايش كان بتقربي صوبي لفرجيك شيء بحياتك ما شفتي؟ عم تسمعيني؟ طلعي فيني اوعك. شو بدي أعمل؟ كل هالقد أنا طلعت رخيصة؟ أنا ما عم صدق. ليش هيك عملت بحالي؟ أنا ليش هيك عملت بحالي؟ شلون؟ كيف؟ لا. من مين؟ شو يا بعدي؟ شلون يعني من مين فهمي؟ هلا انت صح لصرج الله وانا ساكته ومتحمله وصابره بس يعني دخيل اسمه رب العالمين اذا قاطع ادهش بعدين انت يعني مو انه ما بتجيب اولاد بنوب بدل ما تتشكر رب العالمين على هالنعمه عم بتشك فيني يا فهمي؟ لك لا 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 تفهميني غلط. انا لك ما عم شك فيكي بس ابو احمد العطار اللي يعني وضعك ما يقوس منه وانت ما بتجيب اولاد. شلون يعني شلون انا بجيب اولاد؟ ايه الله يسامحك هذا بدل ما تحملني على كفوف الراحات وتقول لي يا عفاف يا حبيبتي شو مشت هي لجيب لك بس انا منحوسه وحظي زفت. يعني انت متاكده يعني حامل؟ لا عم بمزح معك عم لطف جو بيني وبينك. لك يا بني آدم هذا الموضوع ما فيه مزح لو ماني متأكدة ما بجيب لك بس الله يسامحك الله يسامحك يا فهمي على كسرة الخاطر. معي يا صهري انت لما جيت قدمت لبنتي وخطبتها كان شرطي الوحيد انك ما تزعلها. سامحتك بالمهر وسامحتك بالعرس وبألف قصة وقصة مقابل انك انت ما تجيب ليها شي يوم زعلانة. بتقوم بعد اقل من سنة من جوازتكم بتجيب ليها حردانة وعم تبكي ومقهورة ومكسور خاطرها؟ يا مرت عمي مشان الله فهمي علي القصة ما بدها اثنين يحكوا فيها. 100 مرة صرت مفهمها لبنتي لتلتة وحكي ورغي من ورا باب صقاق مع شغيلي ياسين ما في
ايه طلع ما في خواص. لك انا شو عم بحكي معه؟ شو عم بحكي؟ لك انا يا بكون عم بسال عنك يا اما عم وصي على اغراض. بعدين معقول كلمتين يعملوا فيك كل هالقد يا مو ويخلوه يضربني؟ عم يضربك كمان؟ اسمع صهري وفتح عينك هالقد، بنتي ما بتمد ايدك عليها ابدا ابدا، لانه بنتي مربايه ومدلله وشايف تماني مصدقه لهون وبس، ايدك ما بتمد عليها؟ ايوه. لا مرت عمي، لا ما حذرتي، ما حذرتي لا انتي ولا بنتك. كلمتين بتحطوهن حلق بدانكم. اخذوا عطا من ورا باب زقاق مع ناس غرب ما في. لت وعجن ورغي ما في. اغراض البيت من هلا ورايح بتوصيني عليهم من الصبح. انا براسي بترك شغلي وبنزل على السوق بجيب لك ياهن وبوصلهن على البيت. صبحيات النسوان تاخدي شوريا بالما تنامي، وين بدك تروحي تاني يوم؟ واذا قلت لك ايه بتروحي، اذا ما سمحت لك بتنقبري بالبيت. هذا الحكي ما بعيده مره تانيه، بتحطوه حلا بدانكم. عجبك عجبك وبترجعي على بيت جوزي، ما عجبك خليكي بحضن امك وردي خبر. ما حتى عن بيت اهلك ما عاد شفتك. انا بحبك والله بحبك، بحبك كثير. ياسين نوري فتح وقت حاله وما بينضحك عليه، يعني هلا هو شاكك فينا وعم يهددني، وانت بتعرف بتعرفه قديش صعب وخلاقه ضيقه. بقى روح الله يخليك روح. هيك ببساطه روح، هيك ببساطه روح. لك عم اقول لك ما فيني، مشتاق لك، بدي اياكي ومخلي حدا يمنعني اني اشوفك. شبكي شو لي على عيونك كل هالقد مشتاق لي وماني عرفانه كثير. راجع على بيت زوجي وهو عنده سفرة كتير مهمة، تبقى بتجي لعند مني بغيابه، شو رأيك؟ ولك أنا اللي بجي. لك يبن الحنان والدلال والجمال على عيونك. حاجتك بقى ياسين. ضحك ضحك خلاص، ورجيني لعيونك كمان، استمدي عيونك بقى. يضحكي. معقول يا فهمي كل هالسنين وبترجع بتسألني نفس السؤال؟ ما مليت لك؟ آخ آخ، من أهلي وحصرت قلبي يا أبو أحمد. وقت ما كانت بنتي صغيرة كنت كل ما أطلع بعيونها حسها أنه مو بنتي، وكل مرة بقول بدي إجي أسألك وأتأكد. أنا بجيب أولاد ولا لا؟ الله قادر على كل شيء يا فهم، الله قادر على كل شيء. أنا مو أجدب، أنا مو أجدب يا أبو أحمد، بتمنى الناس بفكرة مو أجدب. يا عمي فهمي، يا عمي فهمي، شوفي ها بنتك. يا لطيف يا لطيف. لك عفاف وينك يا عفاف؟ لك وينك؟ تعي لشوف، تعي لك شوفك. شوفي لك سلوى عم تخون جوزها، لقطها مع عشيها ببيته والعياذ بالله، ولما شاف الشوفة هي قتلها على الحارب وسلم حاله للتركون. ايه لا يا سيدي مو صحيح هالحكي. لا صحيح، لا صحيح. واسمعي شو بدي اقول لك، بنتك سلوى بنت حرام وبتعملها، ولا تصدق اني انا اجدب على نياتي. أنا بعرف إنه سلوى مو بنتي، بعرف إنك عم تخونيني، بس أنا ضليت ساكت وناطر ناطر قدرة رب العالمين تاخذ لي حقي مني. لا لا شفتي لا يا عفاف؟ شفتي؟ ما في شيء بيضيع عند رب العالمين. لا لا بنتي ما ماتت، ما ماتت بنتي، ما ماتت كذابين كل يوم. لا بنتك ماتت، بنتك ماتت. اسمعي اسمعي لحتى حاكيكي، اللي بيزرع خير بيلاقي خير، واللي بيزرع شر بيلاقي شر، عقاب رب العالمين بالدنيا قبل الآخرة. بنتي ما ماتت، وما حدا بيقدر يقول يا الله بنتي، بنتي يا الله دخيلكم، يا الله بنتي بنتي. لك قام وتقال قتلها الله يكسر ايده.
عن جد ماتت والله ما بعرف. أنا ما بصدق ماتت بنتي الله يخف. ما بتموت لا لا ما بتموت ما بتموت. هي بتحبني ما بتموت اتركني. دخيلك يا ربي دخيلك بنت توحشت شفتها بهالصبية. دخيلك أنت حجي الله يوفقك جبني بنتي بشارة. أنت الله يخليك جبني بنتي. أنت الله يخليك تبوس إيدك جبوني بنتي. يا ربي دخيلك بنتي. لا 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 بنتي ما بتموت ما بتموت ما بتموت ما بتموت بتتركني يا ربي دخيلك ما بتموت بتتركني. الله 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 جزاني وانتقم مني.